السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل تحديد الاشياء الموجوده جوه الفيديو او موجوده جوه الصور اللي هي الاوبجكت ديتكشن، تمام، باستخدام المكتبات اللي احنا سطبناها في الفيديو اللي فات. فدي هيبقى ان شاء الله نتيجه الفيديو بعد ما نخلصه. فخلينا كده نشوف ايه اللي هيحصل. تمام، يعني حتى هو متعرف هنا، يعني هنا ستوب ساين، ويعني حتى متعرف على كل حاجه هنا. تمام، بس كده. يلا بينا. تمام يا شباب، فاول حاجه هنعمل مين؟ هنعمل امبورت الاوبن سي في اللي هي سي في 2، وامبورت السي في ليب. تمام، دي المكتبه اللي سطبناها المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات. فلو انت لسه ما سطبتش الحاجات دي كلها، ارجع الفيديو اللي فات في كل حاجه بالتفصيل. تمام، وبعد كده في ميثود كده هنعمل لها امبورت برضك اسمها درو بوكسز باوندنج بوكس. درو باوندنج بوكس دي اللي هتعمل لنا ايه؟ هترسم لنا المستطيلات حوالين الاشياء بعد ما نتعرف عليها جوه الصور. تمام، طيب دي طبعا هتعملها مين؟ هيبقى سي في ليب دوت اوبجكت ديكشن، وبعد كده تعمل له امبورت للدرو بوكس. تمام، طيب دي طبعا الفيديو الاصلي اللي عندنا. تمام، دي الفيديو اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام، فهو طبعا دي فيديو تاني. تمام، فاحنا المفروض ده هيبقى السيفل. تمام، طيب هو ده الفيديو اللي احنا شغالين عليه. وبعد كده طبعا هجيب اللي هو الخواص بتاعت الفيديو. طبعا الكلام ده كله اتكلمنا عنه في الاوبن سي في للمبتدئين، فبرضك هتلاقي الكورس بتاعه تحت في الديسكريبشن، فارجع برضك لو انت مش فاهم اي حاجه من الحاجات دي. تمام، هنجيب الاف بي اس بتاعت الفيديو والويتس والهاي بتاع كل فريم. تمام، وبعد كده بقى هنبدا بقى نعمل ايه؟ نعمل فيديو جديد. تمام، طبعا هيبقى صيغه الام بي 4 ونفس الكلام بالظبط. تمام، ده كله اتكلمنا عنه في اوبن سي في للمبتدئين. طيب بعد كده بقى نخش على الشغل الحقيقي بقى. طيب اول حاجه طبعا انت هتعمل له ايه؟ هتقول له سي في ليب تمام دوت ديتكت كومون اوبجكت. دي الفكره فيه بقى ايه؟ الفكره فيه ان انت لو جيت بصيت على الموقع الجيت هاب بتاع الاوبن بتاع سي في ليب ديت، يعني الراجل اللي هو كتب المكتبه دي اتقال لك ان هي متدربه على حاجه اسمها مين؟ على حاجه اسمها يولو. تمام، واي او ال او، دي لسه هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله. بس الفكره ان هي يعني ايه؟ يعني خوارزميه قويه جدا جدا، في حيث ان هي تتعرف على الاشياء. تمام، وكمان هي متدربه على مين؟ على داتا كبيره جدا، داتا من الصور كبيره جدا، بحيث ان هي تقدر مثلا لما تبص على الصوره مثلا تقدر تقول لك مثلا ديت عربيه، لا ديت مثلا اتوبيس والكلام ده كله. تمام، هي متدربه على صور كتير جدا. تمام، طيب بس فهو دي الفكره. يعني هو قال لك بقى صاحب المكتبه ديت اللي هو سي في ليب، قال لك انا بستخدم يولو. تمام، واي او ال او. تمام، فهو الفكره في كده يعني. فعشان كده لما احنا جينا بنستخدم الموديل قال لك استخدم مين؟ قال لك استخدم يولو. تمام، لو انت عايز تتعرف على حاجه في جوه الصوره بتدي لها الصوره بس. تمام، حاجه مهمه برضك، انت لما بتيجي تدي لها الصوره ما تحولهاش لجراي سكيل، ما تحولهاش لابيض واسود. تمام، عشان لو انت حولتها لابيض واسود هتديك خطا. تمام، هو اساسا متوقع الصوره اللي جايه له تبقى بالالوان. تمام، انما ابيض واسود مش هينفع. تمام، طيب بعد كده طبعا في حته مهمه برضك، قال لك ايه؟ قال لك لو انت مثلا عايز انت تعالج فيديو، او مثلا هتفتح الويب كام اللي هي الكاميرا بتاعت اللاب اللي عندك مثلا ولا حاجه، وهتصور نفسك او تصور اي حاجه، فانت يفضل يعني ان انت تستخدم مين؟ يولو فيرجن 3 تايني. معناه ايه؟ معناه ان انت طبعا يعني واحد ما عندوش جي بي يو، تمام، او الكارت الشاشه اللي عنده مش نفيديا. تمام، فلو انت جيت استخدمت اللي هو مين؟ انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الموديل اللي هو بيستخدمه، الموديل اللي هو بيستخدمه هنا هو اسمها يولو فيرجن 3. تمام، دي معناه ايه؟ معناه ان هو بيستخدم الموديل الكبير. تمام، الموديل اللي هي متدربه على حاجات كبيره جدا. تمام، وبالتالي الموديل ده هيبقى تقيل لما انت تيجي تجربه او تشغله على سي بي يو. تمام، طبعا احنا ما عندناش جي بي يو، فبالتالي الوقت اللي هياخده كبير جدا. يعني انا جيت جربت قبل ما اصور الفيديو هنا، جيت جربت الموضوع ده، جيت عشان اعمل الفيديو اللي انا وريته لكم في الاول ده خالص، خد 10 دقائق 10 دقائق عشان اجرب بس على يولو فيرجن 3. تمام، وخد دقيقه واحده، دقيقه تقريبا يعني، دقيقه ويمكن اقل من دقيقه على مين؟ على يولو فيرجن 3 تايني. تمام، فالفكره يعني ان هو ايه؟ ان انت تحاول لو انت عندك جي بي يو يبقى انت كده مرتاح خالص، مالكش دعوه بالكلام ده. تمام، طبعا انت لو عندك جي بي يو هتعمل بس مين؟ هتعمل بس الحاجه ديت، هتقوم انت جاي عامل كده، هتقول له انيبل جي بي يو بيساوي ترو. تمام، كده انت فعلت الجي بي يو، كده ان هو هيستخدم الجي بي يو. في كتاب انا كنت بقرا فيه، فهو قال لك لو انت جيت استخدمت الجي بي يو في الديب ليرنينج، يعني هيسرع العمليه بتاعت الصور والكلام ده بمقدار من 5 ل 10 اضعاف. انت متخيل الرقم؟ من 5 ل 10 اضعاف. تمام، بس فهو دي الفكره يعني. انما طبعا انا عندي كارت الشاشه بتاع اي ام دي، وبالتالي مش هياخد وقت طويل والكلام ده، فهو خد تقريبا 10 دقائق والتاني خد دقيقه، فهو طبعا وقت طويل جدا يعني. تمام، بس كده.
طيب وبعد كده، بعد كده بقى طبعا هننادي على الميثود اللي هي درو بوكس باوندنج بوكس ده، وهندي لها نفس الحاجات اللي احنا طلعناها من هنا، هندي لها الفريم، الصوره اللي هي اللي هترسم عليها المستطيلات والاسامي بتاع الحاجات يعني الاشياء اللي موجوده جوه الصوره، تمام. وهندي لها بقى طبعا الباوندنج بوكس اللي هي احداثيات الباوندنج بوكس احداثياته، تمام. وبعد كده ندي لها الليبل اللي هو اسم الشيء اللي اتعرف عليه جوه الصوره، والكونفيدنس ديت معناها مين؟ الكونفيدنس ديت اللي هي الثقه، يعني الشيء دي فعلا العربيه ديت فعلا عربيه بمقدار قد ايه، 99% متاكد، 99% 95% والكلام ده كله. طيب لو انت عايز تعرض الكونفيدنس او الثقه او يعني التاكد، مقدار التاكد ان فعلا الشيء ده صحيح، فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تكتب بس تعمل ده هو، تقول له رايت كونفيدنس وبتساوي ترو، دي هيعرف اسم الشيء وجنبه الدقه بتاعته او مقدار الثقه ان فعلا دي شيء حقيقي. طيب لو انت جيت بصيت في الفيديو في الاول هتلاقي الالوان مش قد كده، يعني هو رسم البوكس حوالين العربيه مثلا راسمها بلون اسود، يعني مش الوان مش قد كده. فانت لو انت عايز تستخدم الالوان اللي انت عايزها، تمام، ممكن تخش تكتب هنا كلرز وتدي له الوان. طب ادي له كام لون يا عم كريم؟ بص يا سيدي، على حسب لو انت عارف كام اوبجكت موجود عندك في الفيديو خلاص انت تدي له بقى مثلا على قد الاوبجكتس ديت، تمام. انما لو انت مش عارف فادي له تقريبا 80 100، فعلا ادي له 100 لون 80 لون كده، يعني خليه يعني عنده حريه كده هو يختار براحته. طب انت عرفت الكلام ده منين؟ بص يا سيدي، لو احنا جينا دخلنا هنا ادي الميثود بتاعتها، دي المكتبه ذات نفسها، تمام. فدي درو بوكس ميثود، درو باوندنج بوكس، تمام. فهو عندك كلرز، قال لك لو الكلر بيساوي نان فين اهو، قال لك لو الكلر بيساوي نان هيستخدم مين؟ هيستخدم حاجه اسمها كلرز، ماشي الثابت دي. طب فين الكلرز ديت؟ قال لك جلوبال يعني فوق. طيب فتعال نشوف فوق، ده هو ده هو اللي بيعمله ده. طيب ايه يونيفورم ديت؟ راندوم يونيفورم من 0 255 والسايز 83. طيب السطر ده معناه ايه؟ السطر ده معناه ان هو هيدي لك كام؟ هيدي لك 80 لون، 80 لون، تمام. كل لون عباره عن ليست، تمام. كل ليست، الليست ديت فيها 3 قيم، تمام. كل قيمه من دول بتتراوح من 0 255 بس. هو ده ترجمه السطر ده كله، تمام. مش متاكد مثلا ولا حاجه، تعال بص اهو، ادي دي انا نفذت اهوت، يعني هنا في الايدل اهوت نفذت السطر ده اهوت، نفس الكلام اهوت، هيديك مين؟ هيديك ليست اهي، تمام. وكل ليست فيها 3 قيم، وكل قيمه من 0 255، طبعا 255 مش معانا، تمام، مش داخله معانا في الحسابات، هي بتبدا من 0، يعني هيديك قيمه من 0 254، 54 معانا، تمام، بس كده، تمام. طبعا لو انت مثلا، طب انا عايز لون واحد، لو انت عايز لون واحد تكتبها كده اهو، 3 قمة بس، 3 قمة، فهو هيديك لون واحد بس، تمام، لون واحد بس، تمام. فهو المكتبة هنا بتعمل 80 لون بس، فهي بتختار بقى منه هنا وبتحدد بقى اللون. فلو انت مش لو انت عايز تغير اللون زي ما قلت لك بقى، تحدد انت الالوان وتديها له، تمام، بس كده. طيب في حاجه كمان، طب انت عرفت منين اللي هو يولو فيرجن 3 تايني ديت؟ يولو فيرجن 3 تايني ديت انا قراتها من المين، من الدوكيومنتيشن او التعليمات اللي موجوده عنده على الجيت هاب في المكتب، تمام. او لو وبرضك دخلت بصيت برضك على الكود بتاع الميثود ديت، تمام، فلقيت ان هو بيقول لك ايه اهو، هنا هي اداه الميثود اهيت، فقال لك لو الموديل يولو فيرجن 3 تايني، تمام. في حته مهمه برضك، في حته مهمه الفكره، في اللي هو لما يجي لو انت جيت قلت له يولو فيرجن 3 تايني، تمام، هو هيدور عندك على الجهاز، لو لقاه موجود عندك على الجهاز خلاص هيشتغل، تمام. لو مش موجود عندك على الجهاز هيبدا ينزله من على الجيت هاب، تمام، هيبدا ينزله من على الجيت هاب ويسطبه عندك على الجهاز، تمام. وبالتالي لما تيجي انت تشغل الكود دي لاول مره هتلاقي ان هو بيقعد يحمل حاجات من على النت، فلازم انت تتاكد ان النت شغال عندك عشان يبدا يحمل الحاجات دي. ونفس الكلام برضك لو انت جيت استخدمته من غير ما تستخدم ديت، نفس الكلام بالظبط. لو انت جيت استخدمت يولو فيرجن 3 هتلاقيه برضك نفس الكلام اهو، هتلاقي نفس الكلام برضك بيحمل من على النت، تمام. فهو اول مره هتيجي هتشغل الكود ده اول مره خالص هتلاقي ان هو بيحمل حاجات من على النت، تمام كده بس. وبعد كده طبعا بقى ايه، هنرسم الفريم عندنا، هنرسم عليها الباوندنج بوكس بتاعتنا ونخليها برضك فريم، وبعد كده مين نخلي الاوت بوت فيديو يرسم الفيديو ده، دي باستخدام مين؟ دي باستخدام اللايت، تمام، دي باستخدام اللايت يولو فيرجن 3 لايت، تمام، اللي هو الجزء الخفيف. فطبعا مش الدقه هنا مش متعرف على الاشياء مش بدقه خالص، تمام، هتلاقي ان هو في حاجات خفيفه بتظهر هنا كده، يعني مش نفس الدقة اللي كانت موجودة في الفيديو اللي قبله، تمام، مش نفس الدقة. طيب الفيديو ده، الفيديو ده نفس الكلام، تمام، انا عامله بالطيني، تمام، فهو اتعرف صراحة يعني بدقة حلوة يعني
هو في عربيتين بس اللي يظهرهم، هو اتعرف عليهم يعني، بس تمام أوي زي الفل صراحة يعني. بالنسبة اللي هو موديول خفيف يعني والكلام ده كله، هو عمل يعني دقة حلو تمام. بس فهو دي فكرة الفيديو بتاع النهاردة، أنا حبيت بس أوريكم إيه الكود الموجود بيه وإيه اللي ممكن نعمله باستخدام المكتبة ديت. في حاجات تانية إن شاء الله لسه هنشتغل عليها بعدين، بس هو يعني إيه كمقدمة بسيطة كده، وعايز أعرفكم إيه اللي موجود جوه بس كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه مشتركش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.